دكتور، احنا قبل الفاصل اتكلمنا عن يعني تجربتك مع التوحد وازاي قدرت تكتشف الموضوع، وفعلا اكتشافك ليه هو اللي ساعدك ان انت تحسن من حياتك. فقولي قدرت تحسن من حياتك ازاي؟ اول حاجة طبعا كانت مرتبطة بالشغل بتاعي، يعني فكرة ان احد الصفات الاساسية بتاعت التوحد هي ان الشخص ملوش في اللف والدوران، صريح بالظبط. انا صريح لان بالعكس انا عشان اخبي او اعمل حاجه زي كده، حاجه بالنسبه لي مجهود رهيب جدا وبتفقس في الاخر، فالموضوع بالنسبه لي يعني ما ينفعش يعني. فابتديت استغل القصه دي في تعاملي مع الناس، ان انا بتكلم معاهم بمنتهى الصراحه، فانا بنقل لهم كل المعلومات اللي عندي بمنتهى الصراحه. وجات لي فكره ان انا يبقى عندي يوتيوب شانل والكلام ده كله في فتره من الفترات، بعد كنت مسابقه كده دخلت فيها كانت عن الساينس كوميونيكيشن، ازاي الواحد يقدر يوصل معلومه علميه للناس العامه الناس في 3 دقائق، وكانت مسابقه كده بتحكيم ناس اعلاميين والكلام ده كله. كنت وصلت للنهائيات بتاعت المسابقه دي وقالوا لي ان انت بتعرف تعمل الكلام ده بشكل كويس، فقلت طب ليه لا، طالما الواحد بيعرف يعمل الكلام ده وعنده شوية معلومات ويقدر يتكلم مع الناس، وفكرة ان انا هبقى قاعد في مكان لوحدي مقفول عليا فما فيش تعامل دايركت مع البني ادمين، انا مني للكاميرا، الكاميرا دي ما بتزعلش ما بتضايقش ما فيش اي حاجة تعمل اي بريشر عليا، فهقعد واتكلم صراحة واتكلم على طبيعتي بشكل كبير جدا.